اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معانا على التليفون مش هقول اسمه بس انا مثلا بقالي 3 شهور عايز اكلمه هربان مني بس دلوقتي على طول اتكلم فانا مش هكلمه هسيبه للكوتش بتاعه يكلمه. بليز سي هالو. الو مستر مانويل. الو مستر مانويل. هاو ار يو فاين. بركات مستر مانويل. بركات بركات يس. ده بلاير فروم ماروكو. ازيك؟ الحمد لله. Try to say good things or you go to the bench. حاول انك تقول عني كلام كويس والا هتبقى على دقه على دكه البدلاء. لا 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 يا كابتن شوبير خلي بالك. كابتن شوبير مش عارف انام كل ما اجي انام رجلي وجعاني. Did you hear him? Very, very hard training, Mr. Manuel. Very hard training. سمعوا؟ بقول لك أنا كل very hard training every day. He can't sleep. Training is very hard and he can't sleep because after you came, you push him and you said to him, you are not Barakat like the best. He said that? He didn't say that. I'm said that. بقول لك اتكلم عليا كويس. هو الراجل في الاول قال لك اتكلم عليا كويس بدل ما تقعد على الدكه. لا هو طبعا يا كابتن شوبير هو مستر مانويل اوكي نعم ان انا اتكلم عليه كويس. هو مش هيستنى بركات يتكلم عليه كويس. مستر مانويل صنع تاريخ وتاريخ كبير جدا هنا في مصر. وكفايه حب جمهور النادي الاهلي اللي ما شفتش زيه المستر مانويل سواء الفترات اللي كان فيها قبل كده ولا سواء اما رجع واستقباله في المطار وجمهور اللي جه التمرين اول يوم. كل دي حاجات يعني بتبين مدى حب الجمهور لمستر مانويل لان مستر مانويل مش على قد ان هو مدرب كويس بس كشخصيه كمان طبعا بني ادم طبعا يعني محترم جدا وبني ادم مش في الملعب بس بره الملعب. عندك مشاكل في حاجه عندك اي حاجه مش مظبطاك يقعد معاك مره واثنين وثلاثه وبيكلمك وبيساعدك ازاي انت ترجع وازاي تحل مشاكلك. وديت الحاجات والصفات اللي دايما بتبقى موجوده في مستر مانويل بغض النظر عن الملعب. في الملعب طبعا مفيش هزار بنبقى حبايب وكل حاجه. صاحب اللعيبه كلهم بيعاملنا على انه والد او اخ اكبر انما بمجرد ما بننزل الملعب كل واحد بيشوف شغله. فدي حاجات من الحاجات اللي مخليه دايما بيبقى في استقرار في عهد مستر مانويل كده. بركات ضمن انه يلعب اي ثينك نو بركات اساسي خلاص هيلعب لاخر السنه. بقول مش كفايه لازم تقول اكتر ولا برضه تقف على الدكة. او هتعمل له اكتر من كده. بقول لك ايه انا ممكن امشي على الحيط. بركات كنت سعيد بعوده مانويل جوزيه لتدريب النادي الاهلي مره ثانيه؟ والله طبعا يعني اكيد اكيد طبعا مش يعني بس انا هكمل لك. بس هو قال كلمه مهمه جدا. قال لما تشوف بركات النهارده في التمرين ده بركات جديد. ده قال كده بالظبط الريال بركات الحقيقي. قالوا لي انه ما كانش في حالته لكن النهارده بشعر انه من الشباب الصغار. بركات بيتمرن بيأدي والنوعيه دي اللي ممكن تكسبني قال كده بالحرف اللي ممكن تكسبنا الدوري وتعيد للاهلي البطولات. والله كابتن شوبير انت بس هي انت المشكله بس في النادي الفتره الاخرانيه ان في حاله بس من عدم الاستقرار. يعني شفنا مثلا يعني في ظرف مثلا شهرين مثلا حصل تغيير في الاجهزه الفنيه يمكن 3 تغييرات فتره زمنيه قليله. فطبعا يعني انت عارف لما بيحصل عدم استقرار برضه بتبقى العمليه برضه تحس ان ايه ان العمليه مزنقه شويه وكلام من ده. انما يعني طبعا دوت يعني ما يقلفش ابدا برضه علشان الواحد يبقى منصف. طبعا الجهد اللي قام بيه الكابتن حسام البدري على مدار سنه ونص اكيد ما يقللش من الفتره الصغيره جدا اللي قضاها الكابتن زيزو المدرب المحترم مع الفريق وحاول على قدر المستطاع ان هو يلم اللعيبه نجح في دوت برضه. انما مستر مانويل هو الاختلاف ان هو حافظ اللعيبه. ايوه ركز بقى ركز مع مستر مانويل. ركز يعني خلي بالك لا بجد يا كابتن هو يعني هو حافظ اللعيبه
لعيبه كتيره موجوده هو اتعامل معاها قبل كده. الفتره الاولانيه طبعا اكيد هو حتى ما قال لنا وقعد معانا وقال ان هو الفتره الاولانيه في لعيبه ما يعرفهاش هيبتدي يستكشفها. الفتره الاولانيه وخد بالك كابتن شوبير هو قبل ما بي ما بي ما بيستكشف الناحيه الفنيه هو برضه في نفس الوقت بيستكشف الناحيه المعنويه والناحيه النفسيه الشخصيه بتاعت اللعيب. دي حاجات مهمه جدا بالنسبه لمستر مانويل هو بيبقى حريص عليها. انما انا خلاص بقى يعني انا خلاص هرشته وعرفت ايه دماغه ازاي فعشان كده انا بقول لك الاسرار دي. بقول ان انا خلاص يعني هو عارفك دلوقتي عارف دماغك وبتفكر انت ازاي فما بقاش عنده مشكله معاك خلاص قصه حفظها يعني. بركات از فيري كلاب ده لاعب ذكي جدا جدا هو لاعب مهم وشخص قوي جدا انا قلت له لازم يبقى مثال وقدوه للاعبين ولو الباقيين تبعوا ومشوا زي بركات ما بيعمل اعتقد ان الفريق هيبقى جيد جدا انا متاكد جدا من ده. هنعمل حاجه لو بقوا كلهم زي بركات. هل انت فعلا قلت في مره انه بركات اهم من ابو تريكه في الفريق؟ هل ده حصل من جوزيه مره في احد التصريحات او افادك اكثر من ابو تريكه؟ I said before that ابو تريكه was the big talent كان الموهبه الكبيره النادي الاهلي. All the people know that. ده كل الناس عارفاه. But in the strong match, لكن في الماتش القوي بركات هو اللي بينقذ الفريق بيحرك الفريق لو الفريق قلقان او عنده مشكله او مضغوط هو اللي بيحرك اللعيبه بيقول لهم لازم نكسب. لو بعض اللاعبين اتعصبوا او فقدوا اعصابهم بركات بيسيطر على الوضع وبنروح بنتقدم وكلهم بيتبعوه. ابو تريكه ده لاعب مختلف عن بركات. بركات عنده روح غير طبيعيه عنده موهبه ايضا كبيره جدا كانه عنده 24 سنه او 26 سنه. لو كان لعب في اوروبا كان عمل شيء قوي جدا. لما لعب في السعوديه لو كان لعب بقى في اسبانيا او البرتغال او حاجه زي كده كان هيعمل كارير. يا بركات الراجل دلعك قوي بركات في ايه؟ بقول لك يا كابتن شوبير بقى بالمناسبه صحيح مدام بيقول لك لو اللعيبه اتعصبت وفقدت اعصابها هو اللي بيسيطر على الوضع. اوعى تجيب له سيره الكارت الاحمر بتاع ماتش الترجي ده يا ما يعرفش عنه حاجه. انت اللي فضحت نفسك على الهواء. Have you seen him when he took a red card against the referee? Did you see him? No, but this was the referee. ده بيموت فيك يا عم. Yeah. قال لك ده كان الحكم ما كانش انت. And nobody is perfect. ما فيش حد ما بيغلطش، ما فيش حد كامل، حتى بركات بيغلط. بركات مستر مانويل قال انه الدوري مش صعب وان فارق 6 نقاط مش صعب وانه فبقول له لازم تكسب 15 مباراه قال لا لانه الزمالك هيخسر نقاط كتير في المستقبل وعدد لي اسماء انديه. شايف مع رجوع مانويل جوزيه فعلا الدوري مش صعب؟ والله يا كابتن شوبير يعني احنا شفنا السنه دي يعني برضو الواحد علشان يكون صريح انا شايف الفرق السنه دي مستواها احسن من السنين اللي فاتت وشايف ان هو برضو على مستوى الدوري هو الدوري اقوى من السنين اللي فاتت. ولكن في نفس الوقت احنا عايزين نقول ان احنا 6 بونت دول ماتشين. الوقت اللي احنا ناقصنا فيه 16 ماتش. فاحنا يعني بقدر المستطاع ان احنا مش هنبص للزمالك، الزمالك فريق كويس وفريق كبير وفريق محترم ولكن احنا نبص لنفسنا. طول ما احنا هنمشي وهنفضل نكسب ماتشاتنا اعتقد احنا لو كسبنا ماتشاتنا كلها اعتقد احنا هناخد الدوري. طبعا وارد ان احنا نخسر بناط وده اكيد هنخسر بناط، اكيد الزمالك هيخسر بناط بس الشطاره ان احنا نجمع اكبر قدر من البناط في الدور الثاني وزي ما قلت لك 6 بونت ده يعني حاجه قليله جدا يعني انت بتتكلم في ماتشين في وقت ناقص فيه ماتشات كتير. اهم حاجه اللعيبه تكون عايزه من جواها وفي روح وفي اصرار ان انت تعوض اللي فاتك لان احنا طبعا النتائج الدور الاولاني مش على المستوى ومش على مستوى طموح النادي ولا جمهوره فاحنا طبعا يعني اكيد في تقصير مننا كلعيبه انما احنا لحد دلوقتي الموضوع لسه في ايدينا والموضوع لسه ما هربش مننا وان شاء الله احنا قادرين باذن الله ما نظبط شويه الحاجات
اللي عندنا اللي هي مش مظبوطه دهيت، اعتقد ان احنا ممكن ان احنا نلعب ونوصل وناخد الدوري وان شاء الله يكون بفارق. خلينا نسال مستر مانويل بركات، يعني اعتذر عن الاستمرار مع المنتخب الوطني، هل وانا اعلم العلاقه القويه جدا بينك وبينه، انت شايف انه كان ممكن يؤدي للمنتخب ولا شايف انه اختار الوقت المناسب انه ما يكملش مع منتخب مصر؟ ما له كتير بركات ما لعبش مع المنتخب، ما اعرفش ليه، انا بحترم طبعا وجهه النظر دي، لكن اعتقد هو عنده الامكانيات ان هو يلعب، لكن ده قرار بركات. لكن شرف كبير اعتقد في وجهه نظري وبالنسبه لبركات وبالنسبه لكل اللاعبين لما بيتقدم في سن اللاعبين حتى في اوروبا او بيقرر ان هو يبطل او يعتزل اللعب الدولي، يعني في لاعبين كتير في اوروبا بيعملوا كده. لكن شرف كبير للاعبين انه يلعب في المنتخب، ده طبيعي، لكن انا بحترم راي بركات وفهمه. When they have conditions to play in the بالنسبة لي محدش بيعمل كده. كل الناس لما يبقى عندها الفرصة بيلعب على طول. طبعا ده بيساعد البلد، دي بلدنا يعني لازم كله اللي عنده الظروف انه يلعب في وجهة نظري. لكن بالنسبة لبركات لو هو ده قراره خلاص، يعني دلوقتي اللاعبين وهم عندهم 29 سنة 30 سنة بيبتدوا ان هم يفقدوا السرعة، لكن بركات ما فقدش حد دلوقتي السرعة خالص، سريع جدا، بتشوف ردود فعله سريعة جدا. Intact all the is quality. عنده كل الامكانيات وبيستغلها كلها، لكن ده قراره ولازم احترمه. بركات، هل ده قرار نهائي منك انك ما تلعبش مع المنتخب؟ يعني مستر مانويل مستغرب، بيقول انت فترات طويله ما بتلعبش مع المنتخب، بيقول لك انا مستغرب ده بيحصل ليه، لكن هو الملخص بيقول انه لعبك للمنتخب ده شرف كبير ان انت تكون موجود مع منتخب بلادك، لكنه في النهايه بيحترم قرارك. لا طبعا ده شرف كبير طبعا، احنا ما بنتكلمش في النقطه دي يا كابتن شوبير، ولكن انا وجهه نظري اساسا انا كنت وضحتها، كنت وضحتها للكابتن حسن شحاته بعد مباراه الجزائر اللي احنا ما توفقناش ان احنا نوصل فيها لكاس العالم، وقلت له بالحرف الواحد، قلت له يا كابتن حسن طبعا يعني انا كان نفسي بعد التاريخ بتاعي من زمان وانا بلعب كوره كان حياتي ان انا العب في كاس العالم، انما طبعا احنا ما توفقناش، وطبعا من الصعوبه طبعا ان الواحد هيلعب لحد كاس العالم 2014 لان ساعتها هيكون عندي 38 سنه، فقلت له يا كابتن انا افضل ان انا يعني اسيب المكان دوت للعيب ثاني اصغر. لكنك لم تعلن اعتزالك اللعب الدولي. والله لا 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 هو طبعا لا اعلنته طبعا. انا كلمت الكابتن حسن بشكل بشكل ودي، هو الكابتن حسن تفهم الموضوع، وعشان برضو يعني نبقى واضحين. ايوه ده مهم، الناس بتيجي بتخش في الموضوع وبتتذكر بقى مشاكل قديمه ويقول لك اصل والعلاقه مع الكابتن حسن شحاته. انا باكد لك ان الكابتن حسن شحاته من افضل المدربين واكثرهم احتراما اتعاملت معاهم في حياتي، ودي شهاده حق والله اقسم بالله. وانا ما فيش اي حاجه خالص ما بيني وما بين الكابتن حسن شحاته، لا قبل كده ولا بعد كده ولا اي حاجه خالص، والراجل ده انا ما بكنلوش غير كل احترام وتقدير، والراجل يعني عمل حاجات كتير حلوه ولسه هيعمل لنا حاجات اكتر واكتر، ولكن في الاخر انا بقول لك هي وجهه النظر كانت منصبه في الموضوع ده، والكابتن حسن تقبلها بصوت الرحمه. وانت خلاص مشوار المنتخب بالنسبه لك اتقفل بالظبط. طب قول كلمتين حلوين بقى، قول كلمتين حلوين للراجل قبل ما تقفل. والله طبعا انا بقول له يا كابتن يا مستر مانويل يعني انت طبعا يعني انت في بيتك وده بيتك، وبقول له يعني بالنيابه عن اللاعبين ان احنا ربنا يقدرنا باذن الله على ان احنا نعمل كل حاجه كويسه ونلعب على كل البطولات وناخد كل البطولات اللي هنشارك فيها، وان شاء الله مع بعض سواء احنا كلاعيبه او انت كقائد للجهاز ان شاء الله باذن الله نبقى سبب سعاده الجمهور النادي الاهلي. شكرا. شكرا بركات. مستر مانويل الحقيقه لازم اعترف بحاجه مهمه، انت بتخلق روح جديده يعني، بس برضو اللعيبه نفسها عندها ثقه غير عاديه فيك، يعني هل دي تولدت مثلا من الانتصارات ولا من العلاقه، ولا انت بذكاء قدرت تفهم النوعيه بتاعت اللعيب المصري، قدرت تستخرج من كل واحد خاصه النجوم الكبار تريكا ومعوض